بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حبيت النهاردة أكلمكم على مرض الصدفية. مرض الصدفية هو مرض مناعي مزمن غير معدي. الفكرة في الصدفية إن الجلد بيقرر نتيجة الاضطراب المناعي اللي موجود إنه يتكاثر زيادة عن اللزوم، ومن هنا بتيجي فكرة القشور اللي بتشد والناس كتير بتشوفها. الصدفية أكتر مرض شتوي، بنلاقي أكتر الناس بتشتكي منه في الشتاء. دي مش قاعدة بس ده الأغلبية العامة من الناس. الصدفية موجودة بنسبة 1%، يعني لو هنتكلم عن مصر يمكن في مليون مريض صدفية في مصر، فهو مرض موجود. في أماكن معينة بندور عليها في الصدفية أول ما بنشك فيها، زي مناطق الكوع، مناطق الركبة، فروة الرأس. الصدفية على عكس المتوقع هو مش مرض جلدي بس، لأ هو كمان ممكن يبقى معايا مصاحب لحاجات داخلية، أشهرهم خالص وجع المفاصل والتهابات المفاصل، وده بيحطنا في كاتيجوري أدوية لازم نتصرف بعناية وحكمة واحنا بنستخدمها. بتيجي كمان في الضوافر، بيصاحب معاه حاجة اسمها ميتابوليك سيندروم، شوية ضغط، شوية زيادة في الكوليسترول والترايجليسرايدز والدهون الثلاثية، السكر احتمالاته موجودة، التخن وزيادة الوزن احتمالاته موجودة. طيب مريض الصدفية بنتصرف معاه ازاي، او الطبيب الجلدية بيتصرف معاه ازاي؟ لازم في الاول ياخد باله هل القصه جلديه فقط ولا هل الجلديه ومصاحبه معاها بحاجات من الحاجات اللي احنا قلناها الداخليه، لان صراحه الابروتش بيختلف. لو جلديه فقط بيبقى الابروتش بتاعنا اكتر بساطه، لو القصه فيها حاجات داخليه لا احنا لازم، لان الشخص ده الشرايين ممكن يحصل فيها مشاكل، القلب ممكن يحصل فيها مشاكل، الضغط ممكن يعمل مشاكل، فلازم نبقى محددين احنا في انهي كاتيجوري. خلينا في الكاتيجوري الاولاني اللي هو كاتيجوري الجلد. بنشوف هل الصدفية دي جاية في منطقة واضحة مضايقة الكواليتي اوف لايف او الحياة بتاعت الشخص، وده لا لازم ندي ادوية جامدة شوية عشان الحالة النفسية بتاعت الشخص ده يتحسن، ولا جاية في حتت مستخبية. لو جاية في حتت مستخبية بنقدر ان احنا نتعامل معاها بكريمات خفيفة، ناخد وقتنا شوية لانها ما بتبقاش عاملة ستريس على الشخص. الكاتيجوري التاني، الكاتيجوري اللي عنده مشاكل داخلية، لا بنبقى اكتر شوية اهمية، لان احنا زي ما قلنا لحضراتكم خايفين عليه. بنوجهه ان هو لازم يخس، يظبط السكر، يظبط الضغط، هل في وجع المفاصل، واحد وجع المفاصل زي ما قلت لحضراتكم في ادويه داخليه مضطرين او لازم ياخدها عشان يريح وجع المفاصل وما يخشش في مشاكل تقعد معاه فترات طويله. الصدفيه العلاجات بتاعتها بتنقسم لحاجات توبيكال، حاجات موضعيه، علاج ضوئي، اشهرهم خالص النارو باند يو في بي اللي هو علاج اشعاعي خفيف، او ممكن لما نخش في الادويه اللي هي السيستميك دراجز او الادويه التداخليه اللي بناخدها بالبق او بناخدها بالحقن، وفي الاخر خالص حاجه يمكن بقى لها فتره دلوقتي وعامله صيحه وعامله ثوره في علاج الصدفيه، وهي البيولوجيكس او الحاجات اللي بتشتغل على المناعه. فملخص البسيط ان الصدفيه يسهل السيطره عليها، وضعها في منطقه دورمنت فترات طويله، بس التشخيص المناسب ووصف العلاج المناسب أهم شيء نقدر نمشي عليه. شكراً.